شبكة قمم إعلامية تقدم. وأمين سنطبق عليهم من كل فش. أرى يا مولاي أن نهادن البلغار والخزر قبل أن نقدم على هذه الحرب الرهيبة. حرب؟ إن هي إلا جولة خيل أيها البطريق، ونعيد العرب إلى الصحراء التي جاءوا منها. يا مولاي، إن جنود الثغور ما يزالون في مواقعهم وسيقاتلون عنها بضراوة. حتى لو فعلوا فلا مدد لهم. بالمناسبة يا ليون، أكنت تربح أكثر في تربية الطعن؟ ربحي الوحيد في خدمة مولاي الإمبراطور ورفع مجد الإمبراطورية، وغير ذلك لا أهمية له. هيا إذا كل ساعة حسابها الآن إن كنت تريد الربح. ماذا يا مسلمة؟ أراك متلهفا على قول شيء. هي كلمة واحدة أخشى أن أقولها فأغضب أمير المؤمنين. قلها يا بني، وأعلم أني لم أغضب منك يوما. قلها. الروم أكمل بدأوا زحفهم في الشمال واندفعوا عبر جبال الأكار، وأخذ الجراجمة والجرامق والنبط يغيرون على كل ما يصادفونه. هل أطلنا المماطلة أم هم من تعجل الأمر؟ على كل حال هو أمر كان لابد منه مهما تأجل. تعال يا سليمان تعال. لابد أن في جوفك خبرا. أجل يا أبي. هاته يا بني قبل أن يزيدك قلقا. ناتل بن قيس أخذ الأردن وهو يزحف إلينا بأمر من ابن الزبير. أخبار كثيرة في يوم واحد. بقي أن نسمع من الولي. عمرو بن سعيد يعد فرسانه لأمر ما. لقد لاحظت فرسانه ينتشرون داخل دمشق وحولها يا أمير المؤمنين، وكأنها خيوط عنكبوت تنسج من الإطار إلى المحور بعكس دورة الطبيعة. ماذا ترى الآن يا مسلمة؟ ما رآه أمير المؤمنين. أرى أن نبدأ بهم جميعا من الأقرب فالأبعد مع دورة الطبيعة. وهكذا تألب الجميع على الخلافة الأموية، وازداد الخطر المحدق ببني مروان من كل مكان وفي جميع النواحي، خطر في دمشق وفي الأردن وفي العراق، إضافة للخطر الأكبر الجاثم في بلاد الروم. أهلا بخالد بن يزيد وبك يا ابن العم. لعل لديك ما يقال، وإلا ما كنت لتزورني بعد غيبة. لم أشك بفطنتك يوما يا أبا سعيد. أجبت محذرا بل ناصحا. تتعدد الكلمات والمعنى واحد، وقبل أن نهدر الكلمات ونغيب المعنى أقولها لك خالصة واضحة: ليس عمرو بن سعيد من يخضع لألعاب عبد الملك بن مروان. لقد أوثق لك ولاية العهد، وكما أوثقها سينقضها، وكما نقضها مروان بن الحكم من قبل. رقبتي دون التفريط في حقي، هذا موقفي ولك أن تختار موقفك. وكفى اجترارا للكلمات. وقد هاجموا مدن فلسطين وهاجموا صور واللاذقية، كما خرج الشذاذ من سجون دمشق وأخذوا الطرق على المارة، وانحازوا إلى قاسيون ينهبون ويأخذون الطرق على السابلة. أما الجراجمة فقد نهدت خيلهم إلى السهول
لا يقف بوجههم شيء، وعلى رأسهم قلقط ولاوي بن فلانط، وثمة من وصل منهم إلى دير ميران. لم يبق لنا إلا هذه الدار يا أولاد. وهي تكفينا يا أمير المؤمنين. بلى يا مسلمة، بلى. مسلمة، دونك والجراجمة، تناولهم من أدناهم يا بني. أمرك يا أمير المؤمنين. لم أرى أمير المؤمنين في فرح وحبور كما اليوم. اسمعوا أيها الفرسان، هذه أول مهمة يكلفني بها أمير المؤمنين، وهؤلاء الروم قد بعثوا بأخلاطهم يعبثون وينهبون ويقتلون. اضربوا أضعفهم فيخاف أقواهم وأبعدهم، وإذا انهزموا أمامكم اتركوهم، وإذا أسرتم فلا تقتلوا. نحن لا نقتل أسرانا، إنهم إلا فلاحون وجرامقة ونبط، أغراهم الروم بالغزو والسلب، وقد يأتي يوم يكونون لنا فيه كما هم للروم. كونوا على حذر، إنما نسير في أرض قد غشيها أعداؤه. ماذا تقرر يا عبد الله؟ نمضي إلى المعركة وسيوفنا مسلولة، وكأن المعركة قائمة. أرى أن تتقدمنا. إلى أين؟ إلى حيث نجده أو يجدوننا. كن على حذر. أتخشى علي من الموت؟ بل أخشى عليه منك وأوصيك به. لست لها يا عمرو بن سعيد، لست لها يا ابن عمي وابن عمتي. ويلك يا عمرو بن سعيد، ما أشد حمقك. ناشدتك الله لا تذهب. أبي عبد الملك تخوفني يا خالد؟ تالله لو كنت نائما ما تجرأ على إيقاظي. الملك لا يعرف رحما يا ابن سعيد، ولو أمكنتك الفرصة لما تأخرت. إن فرساني يتحركون معي أنا تحركت، وإذا كان ابن مروان فأنا ابن سعيد. إلا عبد الملك فهو كما قال جدي. وماذا قال؟ كل الناس ولد أبناء إلا مروان فقد أنجب أبا، وكان يقول هذا سيكون يوما ما خليفة، فلا تعاند الأقدار يا عمرو. أفسدك اشتغالك بالكيمياء والطب يا خالد. العلم يفتح باب البصيرة. ألن تأتي معي؟ لا. ولم؟ لا أود أن أكون شاهدا على دماء أبناء العمومة. أنت وشأنك. قبل أن تمضي لابد أن أخبرك. ماذا لدي؟ بلغني عن كعب الأحبار أن عظيما من ولد إسماعيل عليه السلام يتحصن في دمشق، ثم يدع الحصار فلا يلبث أن يقتل، وأخشى أن تكون. ما كان ابن الزرقاء يجترئ على إيقاظي، فكيف بقتلي يا خالد؟ وقد رأيت أمير المؤمنين عثمان في منامي يلبسني قميصه. تأويله القتل فيما أراه، بل تأويله الملك في رأيي. لقد عزمت إذن؟ بلى، وفي الصباح. لا حول ولا قوة إلا بالله، خذ حذرك. لا راد لقضاء الله. نعم، لا راد لقضاء الله، فقد قتل عمرو بن سعيد، واستتب الأمر لعبد الملك بن مروان، وكان لابد أن تستقر الأوضاع وتنتهي الفتن، وإلا فما كان لأحد أن يواصل الجهاد والأمة الإسلامية ممزقة الأوصال شيعا وأحزابا تتصارع فيما بينها، كل يريد الملك لنفسه ويرى أنه الأحق بالخلافة من غيره. فأمة على هذه الحال من الفرقة والتنازع لا يستقيم الأمر لها أبدا، ويوشك عقدها أن ينفرط.
ما الأخبار؟ اكتشفوا مجموعة من الجراجمة تستعد للانطلاق. وهل قدروا عددهم ووجهتهم؟ أكثر منا بقليل، وليس لهم طريق إلا أسفل الغابة. لنضع خطة لمواجهتهم. ما رأيك؟ كما يريد أميري. أرى أن نقسم إلى مجموعتين، واحدة بقيادتك والأخرى بقيادتي، وما أن يطبق عليهم الفكان حتى نلوكهم. ليس من عادة أمير المؤمنين أن يتأخر عن مجلسه. ربما أراد أن ينال القليل من الراحة بعد أن بلغته أنباء انتصارات مسلمك. ليست هذه الأنباء التي توصل إبي الراحة. كيف يرتاح وهو يعلم أن الروم يتقدمون بكل اتجاه من البحر والبر، والأمور في مكة تزداد سوءا يوما بعد يوم. السلام عليكم. وعلى أمير المؤمنين السلام. يبدو أنني قد تأخرت قليلا. ما يزال جيش الشام مرابطا، لا يتقدم ولا يتأخر. ربما اكتفى عبد الملك مؤقتا بما حققه مسلمة في مواجهة الجراجمة. لا أظن أنه يكتفي بذلك. أقول إنهم سيظاهرون بني تغلب واليمانية على قيس يا أبي. لقد بايعنا ابن الزبير كما معظم القبائل القيسية، ونحن أول شوكة في خاصرة عبد الملك بعد ناتل بن قيس في فلسطين. إذن نحن أول عقبة في طريقه إلى مصعب بن الزبير في العراق. وعبد الملك يعلم بذلك، ويعلم أنني لست لقمة لينة كابن عمي عمرو. أنا زفر بن الحارث. أهلا بك يا بني، اقترب. ما لي رجلك يا بني؟ بضعة خدوش. لم تكتفي بإرسال فرسانك وإثارة همتهم إذن، بل شاركت بنفسك. كنت على رأسهم يا أمير المؤمنين. أريني رجلك. ما هذا يا مسلمة؟ إنها جراح سبعة. أما كنت تؤخر رجلك اتقاء لضربات السيف؟ إنها الحرب يا أمير المؤمنين. من هذا وللحرب؟ استحيت أن أؤخره. استحيت أن تؤخر رجلك من ضربات السيف؟ استحيت أن أؤخره. سبع طعنات بالسيف وتستحي أن تؤخر رجلك؟ بلى، استحيت من نفسي ومن جندي أن يقولوا أعاد مسلمة بن عبد الملك رجله خوفا من سيف الجرجمي. اجلس. ليس عيبا يا بني أن يتقي الفارس ضربات السيف. أراه عيبا يا أمير المؤمنين. فرساني ينتفعون إلى الموت لحماية دولتنا وصيانة سيادتنا، وأنا أؤخر رجلي كي لا تصاب. والله إني أراه عارا. لطالما أحببت الفارس الشهم الشجاع. إن أجمل وأنبل ما في الفارس حياؤه وخفره. الفارس الحقيق حيي بطبعه يا أمير المؤمنين. وأنت فارس حقيقي والله يا مسلمة، بل أنت فارس بني مروان، وأنا فخور بك. أتمنى أن أكون جديرا بافتخارك يا أمير المؤمنين، بعد أن أخوض معركة نهائية وكبرى تمنح لأمتنا أمنها واستقرارها الذي تستحق. المعارك الكبرى لها مقدمات، ومقدماتها تشير إلى خواتيمها يا بني. فاستعد،
ربما تكون العراق وجهتك التالية. وقبل أن تصل إلى مصعب بن الزبير عليك أن تجتاز الزفر بن حارث الكلابي. زفر الكلابي؟ أتخشاه يا مسلمة؟ لا يا أمير المؤمنين، بل أتمنى لقاءه، أتمناه ورب الكعبة. ما زلت محتارا يا أمير المؤمنين. مما يا أبا زرعة؟ من أحوالك الغريبة. أحوال الغريبة؟ كيف؟ الدنيا تضطرب حولك كمركب في لجة عاتية، والقوم في حلقة أضيق على الروح من خرم الإبرة، ولم أشاهدك في حياتي أشد اغتباطا مما أنت. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. هكذا تكون الملوك. أقسم يا ابن مروان، أقسم إنك تليق بالسلطان، والسلطان يليق لك لإشادة وإرساء ما يعجز عنه خصومك. ويح أمير تهزه الصعاب في أول الطريق. والله والله لن أضع الدنية في نفسي ما حييت. وقد بذل عبد الملك بن مروان المال لتأليف القلوب واستمالة وجوه العشائر وزعماء القبائل من حوله، وهكذا انصرف الناس عن مصعب بن الزبير في البصرة وسائر العراق، وثاروا عليه بل وجردوا السيوف ضده، لأن العامة في نهاية المطاف لا يريدون من الحاكم مجرد الوعود والخطب الرنانة، بل ينتظرون منه تحسين ظروف عيشهم وما يحققه لهم من منافع في أرض الواقع. عندما تدب الفتن وتتأجج نيرانها تهيج العامة ويغيب العقل وتسفك الدماء، وهذا هو ما وقع في العراق وأفسده على مر الزمان. أراك يا أمير المؤمنين معلق الطرف في شأن بعيد عنا. أصبت يا روح، أصبت. أهي فكرة لمعت أم حادث حدث أم خطر يجول يا أمير المؤمنين؟ بل أمر دبر بليل وانفجر في نهار البصرة. ماذا؟ أنا عبد الملك بن مروان يا صديقي وابن عمي مصعب بن الزبير. أيها الغلام، إذا جاء رسول من العراق أدخله إلي دون إبطاء. قاتل الله الفتن وحب الدنيا والانخداع بها، فما هي إلا متاع الغرور. فقد أدى حب الدنيا إلى ثوران الفتن واندلاع الحروب والصراعات، وانقسم جيش مصعب بن الزبير فريقين راحا يتناحران بقسوة وعنف، وذلك بعدما ضعفت رابطة الدين في النفوس وشالت عصبية القبائل، وعاد الناس كما كانوا زعامات تتصارع وفرق تتناحر من أجل الملك والسلطان والحكم، وكل يرفع راية الدين مخبئا طمعه في الملك والسلطة وشهوات الدنيا وملذاتها.
لم يكن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سعيدا بإراقة دماء المسلمين، بل كان في غاية الحزن والألم. وقد عرف عنه رحمه الله أنه كان من أهل العلم والفقه والدين، لكنها الفتن عندما تنشب أظفارها تطيش العقول وتختلط الأمور، ويصعب على الحكماء والعقلاء والحلماء ضبط الناس في مشهد عاصف العقول فيه موصدة والعواطف مشتعلة ومشاعر الغضب متأججة. ثم خرجنا على مصافنا إلى مكان بظاهر البصرة واسمه الجفرة، وقد عبأ لنا مصعب ونحن في ضيق، آمنين منك المدد والعون، أو فاحتسبنا عند الله الذي لا إله إلا هو. والسلام عليكم. خالد ابن عبد الله ابن أسيد. ماذا تقول في مواقف جلالة الإمبراطور يا أرتباس؟ تقصد مواقفه من العرب؟ بالضبط. لست أدري إلينا ستنتهي. وضع العرب مضطرب أشد الاضطراب، لكن المسألة لن تنتهي بسهولة كما أرى. الحرب الأهلية تشتعل في كل الممالك العربية، البربر في المغرب والقبائل في المشرق، والبيت الحاكم منقسم على نفسه. وأكثر من هذا، قبيلة الخليفة قريش إنها في صراع رهيب فيما بينها. أرى أن لك خبرة طويلة مع العرب. أنا من مرعش، وأهل مرعش سوريون، وأعرف لغة العرب، وتجري في عروقي لجهة الأم دماء عربية، لذا أزعم أنني أعرفهم.